معلم شرف واستاذهم بالوطنية أدبى اسمه رعب صوتهم أعنلوا حرب الإلغائية رهانه كان بالكذب إنه يشوه صورته عنا كيف بدك كان نصدق هو خيب بالنسبة لنا لأن عيل وحدي رح أحكي بيه كل بدنا إحنا فأي إهانة عنه يعني إهانة لكلنا بهالأيام صار الفاسد يتهمنا بالفساد وزيته طول عمره يقتل بيحكي بيه بدلة أسياد إيدن لوسة بالدم لهيك بيغاروا منك بحكمة عم تتصرف في عقلك زيادة بسلمك اللي له متهم هالقد بالسرقة بارع ملاقوا ملف عنك حرضوا ضدك الشارع كل بالسلطة هلأ ضده وبتقلي ما عم بيحارب مش قولك اللي بده يقاسي بيخويهن وبيبقى ساكت هو شخص مستفز لأن كان عم بيحكي الحق عم بيطالب دولة حديثة طبيعي عندن ينشأ هو اللي كانوا بعده عقراره وعده بعده الحقيقة بتحكي عنه وشو اللي صار وشو اللي صار كلامه قصته صوته بره رعده بعده هو القائد هو التيار ما في حدا ما بيغلط بيغلط كل واحد بيشتغل طبيعي ننشتم اذا هن بيحكوا نحن الفعل منحضر قوانين لمشاريعنا بنعمل خطط وهن بالتضليل اموالهم تكدسوا بالشنط دفعنا حق الظلم ولبسونا فسادهم هلا شلحنا طوب الابيض رح منفرجيكم سوادهم الحقيقة رح تبين تكشف كل واحد خبيث وقتها رح تعرف ميز بين الادمي والخيس كلمة الشعب العظيم لازم تكون لإلكن عبرة ب13 شرين احزابكن عاشت هيدي الخبرة عالكن تتعلموا بقى بيبعبد عنا بطل حيربتو كلكم بالماضي رجعلكن كقمة جبل بعهدو جوعتو الشعب وفقرتونا من قرفكن بس لا تشوهولو اسمه هيدا هو كان هدفكن صدقوا ما في خوف علينا الله من عنده الشيء تأكدوا كل سير هلا هو من الحقيقة خايف هو اللي كانوا بعده عقراره وعده بعده الحقيقة بتحكي عنه وشو اللي صار كلامه قصته صوته بره رعده بعده هو القائد هو التيار هو اللي كانوا بعده عقراره وعده الحقيقة بتحكي عنه وشو اللي صار كلامه قصته صوته بره رعده بعده هو القائد هو التيار